مساء الخير. عشية حلول شهر رمضان المبارك لا زالت الأزمات الداخلية تلوح، خصوصا مع استمرار ارتفاع السلع والمواد الغذائية رغم تراجع خجول سجله سعر صرف الدولار في سوقه السوداء كما أسعار المحروقات. شهر الصيام في لبنان مختلف هذه السنة عن السنوات الماضية، فالكهرباء صعبة المنال، ولا إفطارات ولا زينة رمضانية لأن الجيوب فارغة إلا مما تيسر من زكاة وإطعام مسكين. وقد أعلن اليوم وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام عن ورود تطمينات له من نقابة المستوردين، أكدت أن كل ما يتعلق بالمواد لشهر رمضان وما يليه تم استيرادها وتسليمها بحسب الأسعار التي تم شراؤها ووفقها، وبالتالي لا مبرر للقول بأن سعر صرف الدولار ارتفع، وبالتالي لا حجة لرفع الأسعار. ولمناسبة الشهر الفضيل، أشار مفتي الجمهورية في رسالة رمضان إلى وجود فرق بين الجوع والتجويع، فالجوع يكون في شهر رمضان بقرار ذاتي ولمدة محدودة، أما التجويع فيكون نتيجة سياسات فاشلة وحكم فاسد. فيما أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى أن بلدنا مقسوم بين قلة ثرية جدا وكثرة فقيرة جدا. وقال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز: كم نحن بحاجة في مواجهة الاستحقاقات والتحديات إلى مزيد من الإيمان والارتقاء. ووسط غرق اللبنانيين بهمومهم المعيشية والحياتية، تتواصل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في بيروت، وهي تسير في الطريق السليم بحسب معلومات تلفزيون لبنان. فيما على الجانب الآخر، يواصل المرشحون للانتخابات النيابية الانخراط في اللوائح مع اقتراب مهلة التركيب من نهايتها عند منتصف ليل الاثنين المقبل. ومن المصيلح، حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من الاستسلام والركون إلى الكليشيهات بأن النتائج في الجنوب محسومة، مؤكدا أن مستقبل لبنان ومصيره مرتبط بنتائج الانتخابات وتحديدا الجنوب. وقبل البدء بالنشر، نشير إلى ثبوت رؤية هلال رمضان في عدد من الدول العربية، في مقدمتها السعودية والإمارات وقطر، وبالتالي السبت أول أيام الشهر المبارك. البداية من الشأن القضائي والملاحقات المتعلقة بحاكم مصرف لبنان وشقيقه، فقد كشفت وكالة رويترز أن النائب العام اللبناني طلب تجميد وصول حاكم مصرف لبنان في الخارج. أعلن مصدر قضائي كبير أن النائب العام اللبناني طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامي، وذلك بعد أيام من مصادرة 5 دول أوروبية أصولا فيما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس. وأكد المصدر القضائي الكبير لرويترز أن النائب العام غسان عويدات بعث الأربعاء برسالة وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامي وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ. وقال المصدر إن الرسالة جاءت في إطار مقاضاة سلامي بتهمة اختلاس أموال عامة والتهرب ضريبي وغسل الأموال، لكنه لم يحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بتحقيقات لبنانية أو أجنبية محاكم المصرف المركزي. ويواجه سلامي تحقيقات في لبنان وما لا يقل عن 5 دول أوروبية في مزاعم اختلاس حوالي 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا، وهي اتهامات نفاها كلاهما. وكانت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية أعلنت تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق مع سلامي. إلى ذلك، استأنفت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قرار إخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامي رجا سلامي، وأحالت الملف إلى قانون الهيئة الاتهامية. في الشأن الانتخابي، الرئيس بري يحذر من الاستسلام مؤكدا أن مصير لبنان مرتبط بنتائج الانتخابات.
صرخنا بنفديك بالعالي رفعنا الرايات يا بري الله يحميك يا مزين كل الساحات. حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال إطلاق الماكينة الانتخابية للائحة الأمل والوفاء في دائرة الجنوب الثانية من المصيلح من الاستسلام، معتبرا أن مستقبل لبنان ومصيره وهويته وسبل الخروج من الأزمة مرتبط بنتائج هذه الدورة الانتخابية في كل لبنان، واعتبر أن التأسيس لإنجاز الحلول لهذه الأزمة جزء كبير منها مفبرك في الخارج. هذه أهم انتخابات من الطائف حتى اليوم. نعم نعم هو الأهم وربما الأخطر في تاريخ لبنان، وذلك قياسا على ما نلمسه ونتحسسه في السر والعلن حيال ما يحضر لهذا الاستحقاق، حذاري ثم حذاري الاستسلام والركون لما يروج له من كليشيهات بأن النتائج بالجنوب شغلة محسومة، وهذا الثنائي بطل يعرفوا انه الثنائي وطني وبطل قاوم اسرائيل وبطل شيء، صار الثنائي الشيعي، وان الثنائي الشيعي حسب قولهم انه لا داعي للمشاركة في العملية الانتخابية، وانه بالتالي لازم نقلل المروة حتى ما نوصلش حتى على صندوق الاقتراع. صدقوني ايها الاخوة والاخوات مرة أخرى أن مستقبل لبنان ومصيره وهويته وثوابته وسبل الخروج من الأزمة الراهنة مرتبط بنتائج هذه الدورة الانتخابية في كل لبنان، والهدف قديم جديد ومستجد، تغيير هوية لبنان والعبث بتوازناته وثوابته الوطنية والجغرافية والقومية والإطاحة بكل الإنجازات التي تحققت بفعل تضحيات المقاومين. نعم لقد حذر لهذا السيناريو من غرف سوداء إعلامية وسياسية ودعائية وجمعيات ومنصات تربت ودربت كوادرها في الخارج وتمولت بمئات الملايين من الفرش بالدولار، ولا أبالغ القول بأن جدول أعمال هؤلاء بدأ العمل به مباشرة بعد نتائج انتخابات عام 2018، وباتت معالمه في الأيام الأولى لحراك 17 تشرين. وسأل الرئيس بري هل المشانق تعلق افتراضيا لأن كتلتي التحرير والتنمية والوفاء للمقاومة تمكنتا من انتزاع ما حرم منه أبناء الجنوب والبقاع الغربي من حقوق على مدى 6 عقود؟ وأضاف بانتصاركم وهزيمتكم للمشروع الصهيوني قدمتم جرعة من الكرامة لا يستطيعون أن يتحملوها. شدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على ضرورة بت تعيين عمداء كليات الجامعة اللبنانية في أسرع وقت، لأن هذا التعيين هو أمر أساسي لتشكيل مجلس العمداء وتسيير شؤون الجامعة التي هي من صلب مهام المجلس، وبالتالي بت الملفات العالقة العائدة للجامعة وأساتذتها. وكان الرئيس عون عرض مع الوزيرة السابقة غادة شريم الأوضاع العامة في البلاد ومطالب أساتذة الجامعة اللبنانية. الرئيس عون عرض مع النائب سيمو أبي رمية للنشاطات الرياضية التي تقام في لبنان على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة الصوم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك دعا الله إلى التخلص من الزمرة الفاسدة التي جوعت الشعب اللبناني وحرمته الأخوة مع أشقائه العرب، مطالبا اللبنانيين بالمشاركة بكثافة في الانتخابات. لقد حولتم لبنان بفسادكم من دولة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان إلى دولة تعاني الجوع والخوف والحرمان. بددتم أموال الناس ومدخراتهم وأسرفتم في الفساد وسوء الإدارة حتى عمت المجاعة بين اللبنانيين، فيما أنتم تعانون التخمة
والإسراف في أكل المال الحرام. الانتخابات أولاً تضاهي في أهميتها شعار لبنان أولاً الذي نادينا به جميعاً يوماً ما، وما تزال له الأولوية. والأولى القول الآن إننا محتاجون إلى وطننا في هذه الظروف أكبر من حاجة الوطن إلينا. وعلى أي حال، لا وطن بدون مواطنين، لكننا نتصور بلدنا وطنا عزيزا بدون متسلطين أو متسلقين أو دعاة ميليشيات مسلحة. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أشار إلى أن البلد مكشوف للغاية والأسوأ بطريقه إلينا، فالمطلوب إنشاء هيئة طوارئ وطنية تتجاوز التفصيل السياسي حماية للبنان وشعبه. قبلان رأى أن البلد يحتاج إلى التصحيح السياسي بعيدا عن طاعون الطائفية السياسية، وشدد على أن لا قيمة للتصحيح السياسي إلا بطائف مالي جديد. أما انتخابيا فكل المعطيات تؤكد أننا في طريقنا للانتخابات النيابية، وهنا لابد أن أؤكد على المسلمات الآتية. أولا، لبنان لا يمكن أن يكون إلا توافقيا وميثاقيا. وثانيا، لبنان المسيحي هو لبناني أنا، ولبنان الكنيسة هو لبناني أنا، ولبنان جبل كسروان هو لبناني أنا. ونتمنى تطوير الصيغة السياسية ليكون لبنان المواطنة، لبنان الجميع، بعيداً عن مرض الطائفية الخبيث. المطلوب أيها الإخوة وطنياً وسياسياً وانتخابياً حماية مشروع الدولة والجيش والقوى الأمنية وإنقاذ السلطة النقدية ولجم مافيا المال وتطوير بنية السلطة القضائية لتشكل مركز الثقل بالعدالة المجردة البعيدة عن الحسابات السياسية والطائفية الضيقة. وموقفنا الانتخابي كان وما زال على ضرورة تأمين أغلبية نيابية قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية لإنقاذ البلد. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في رسالة استقبال شهر رمضان رأى أن ما يعانيه شعبنا ليس إلا أحد الشواهد على حجم التآمر الذي نواجهه في لبنان، وشدد على أنه يجب الحد من جشع تجار الحروب الذين يستغلون الفرص لزيادة أسعار المواد الغذائية. إن التكافل والتضامن الاجتماعي أمر ضروري في كل الأحوال، وهو غاية من غايات شهر رمضان المبارك التي تحثنا على الاهتمام بالفقراء والأرحام والأيتام، وخاصة في هذه الظروف الصعبة حيث سقطت مؤسسات الدولة والتي عفت نفسها عن القيام بمسؤولياتها، وأصبح التكافل والتضامن الاجتماعي أكثر ضرورة لسد هذا الفراغ الكبير والخطير الذي لا يمكن من دون قيام المجتمع الأهلي أفراداً وجمعيات بما يمكنها القيام به من تقديم المساعدات العينية والمالية للمحتاجين التي تؤمن لهم الأمور الضرورية ليستطيعوا الاستمرار والبقاء، من الدواء ولقمة العيش والاستشفاء، كما المطلوب الحد من جشع تجار الحروب والأزمات الذين يستغلون الفرص وخصوصا في المناسبات لزيادة أسعار المواد الغذائية. وجه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى رسالة حلول شهر رمضان المبارك، معتبرا أن الدين نبهنا إلى ثوابت القيم والمثل الإنسانية وإلى بركة الصلاة والزكاة والصوم التي تتهذب بها النفوس
فتترقى بينما نرى اليوم بأم العين والضمير كيف يتنكر الناس لتلك القيم، وكيف ينحر الفساد أجساد الأمم، وكيف يعكر التنافر والتنازع أجواء السلام، وكيف تمزق الخصومات والأنانيات والنزوع نحو المصالح الضيقة الكيانات الوطنية والإنسانية، فتشعر كم نحن بحاجة في مواجهة الاستحقاقات والتحديات إلى مزيد من الإيمان والارتقاء وإرادة العودة إلى المنابع الروحية الأصيلة وإلى القيم الأخلاقية والاجتماعية والوطنية السامية. لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أن وحدات من الجيش في مناطق بيروت الشمال الجنوب ستقوم بإطلاق 3 طلقات مدفعية خلبية ليل الإعلان عن أول أيام الشهر، وطلقة واحدة يوميا في كل من وقت الفجر الإمساك والمغرب الإفطار، و3 طلقات عند الإعلان عن موعد عيد الفطر السعيد في نهاية الشهر. وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بعد استقبالها النقابات المعنية بالأمن الغذائي عشية شهر رمضان أشار إلى أنه تلقى تطمينات من قطاع الدواجن أن أسعار الدجاج والبيض إلى انخفاض، وكذلك من نقابة مستوردي المواد أن كل المواد المتعلقة بشهر رمضان استوردت ولا حجة لرفع الأسعار مع ارتفاع الدولار. أنا إذا بدي فوت بالقطاعات اليوم اجتني تطمينات كتير إيجابية بقطاع الدواجن انه اسعار الدجاج واسعار البيض على انخفاض، بغض النظر على انه في اسعار عالميه عم ينحكي انه ارتفعت، بس نحن هول عم نحكي هول انتاج لبناني محلي، كانوا موجودين بيناتنا ووضحوا لنا انه بدنا نشوف انخفاض بالاسعار. كمان تجار اللحم اليوم حكيونا بايجابيه وبموضوعيه شو مشاكلهم وشو عندهم وكيف الاسعار عم بتواكب الغلاء العالمي، ونحن تمنينا عليهم وفرضنا برجع بعيد عليهم الالتزام الكامل بالعمل بضمير انه اسعار اللحم كمان تكون عم تنخفض بنسب هن بيقدروا يتحركوا فيها ليضلوا يأمنوا لحم للسوق. موضوع الخضرة كمان اجتمعنا مع نقابة الخضرة، عم نحكي بالجملة وبالمفرة، نحن بنعرف انه بالجملة وزارة الزراعة شركتنا بموضوع الأمن الغذائي كمان عم بتتابع معهم، عطونا لوائح أسعار نحن عم نعرضها كل تنين اليوم، مش بس الخضار، نحن عملنا منصة اليوم على الصفحة تبع وزارة الاقتصاد بنعرض عليها تقريبا 52 منتوج أساسي أو مواد غذائية نقيناهم بالتنسيق مع كل السوبر ماركتات، بيقدر أي مواطن بيقدر أي تاجر يفوت يطلع عليهم كل يوم تنين بنعمل لهم أبديتنج بحسب الأسعار. في عنا كمان تطمينات كتير مهمة اجتني اليوم أنا من المستوردين، كل نقابة المستوردين حكيوا معنا اليوم أنه هني كل ما يتعلق بالمواد اللي كانت متعلقة بشهر رمضان هني استوردت وتسلمت ومن عندهم خالصة، وبالتالي ما في مبرر أنا أي حدا اليوم يجي إلي طلع الدولار بدي طلع الأسعار، لأنه هيدي المواد وصلت اللي بتكفي شهر رمضان وما بعد، والمستوردين سلموها للسوبر ماركت بحسب الأسعار اللي انشرت. وزير الإعلام زياد مكاري التقى في مكتبه في الوزارة وفد مؤسسة لابورا برئاسة الأب توني خضرة في حضور المدير العام للوزارة دكتور حسن فلحة ومستشار الوزير بطرس فرنجي ومديرة البرامج في إذاعة لبنان ريت تنجيم. الأب خضرة لفت إلى أن هناك مشروعا لدعم وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية في لبنان وتقويتها، مؤكدا أنه مهما كانت المؤسسات الخاصة قوية تبقى المؤسسات الإعلامية الرسمية وإعلام الدولة الأساس، لافتا إلى أهمية دور تلفزيون لبنان وإذاعة لبنان والوكالة الوطنية. نحن كثير مبسوطين، معالي الوزير عنده رؤية بحب الإعلاميين، بده يشجع الإعلام الدولي الإعلام الرسمي اللي هو لازم يكون مرجع لنا كلنا سوا. نتمنى للوزير التوفيق وتكون مهمته حقيقة مسهلة، نحن كلنا سوا فينا نتعاون، ونحن كاتحاد كاثوليكي عالمي للصحافي قادرين نتعاون من خلال خبرتنا مع العالم برا من خلال التطور اللي عم بيصير. نحن بحاجة لوزراء الحقيقة يكون عندهم هم لبنان. نتابع النشرة بعد الفاصل.
أهلا بكم. قبل متابعة النشرة نشير إلى أنه صدر منذ قليل عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان التالي: ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم غد السبت الواقع في 2 نيسان 2022 ميلادي، وذلك عملا بما ذهب إليه جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية من أنه إذا ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في قطر لزمت هذه الرؤية سائر الأقطار، وقد ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في عدة أقطار عربية وإسلامية، وإننا نهنئ المسلمين بهذا الشهر الكريم ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعله شهر خير وبر وبركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وأدابه وإلى العمل بطاعته. أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في لقاء سياسي في بلدة أرنون أن طريقة مواجهة الفساد في الدولة تختلف عن طريقة مواجهة العدو الذي يتهددنا بالسلاح، موضحا أن حزب الله لا يمكنه أن يقاتل الفاسدين في بلدنا لكنه يمكنه أن يضيق عليهم ويعاقبهم، وأكد أن الفساد في لبنان يتلطى وراء كثير من الأغطية وهو معشش ومشعب، ومعتبرا أن الفساد في لبنان توزع طائفي وأن من يملك وسائل إعلام أكثر يمتلك قدرة تحريض أكثر ويلقي تهمه على الآخر. أعلن الوزير السابق دكتور خالد قباني اللائحة التي يترأسها باسم بيروت تواجه من فندق الريفيرا في حضور الرئيس فؤاد السنيورة وعائلات بيروتية، ولفت قباني إلى أن اللبنانيين يعيشون اليوم في خضم أزمة وطنية طاحنة. كيف نخرج من المأزق الوطني الخطير الذي أصبحنا فيه؟ كيف نحول دون استكمال سيطرة الدويلة على ما تبقى من الدولة؟ إنهم يعلنون اليوم أنهم يريدون الحصول على أكثرية مجلس النواب مع حلفائهم والاستمرار في استباحة بيروت وتحويل بيروت وأهلها، بل أهل الوطن جميعاً، إلى أرض سائبة، وهم في الحقيقة يطمحون إلى الحصول على هذه الأكثرية ليتمكنوا من تعديل الدستور والمس بعروبة لبنان وتشريع السلاح غير الشرعي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية تابع لإرادتهم. إن مواجهة هذا المشروع والبدء بالخروج من الأزمة الحالية الخانقة وحالة الضيق الشديد التي يعاني منها اللبنانيون تكون انطلاقاً من مجلس النواب. من المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات تراجعاً إضافياً في الأيام المقبلة، ولأسباب بحسب ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو الشقرة محلية وعالمية. كلنا شهدنا اليوم بجدول الأسعار، تنكت البنزين تراجعت 13,000 ليرة. نحن بنتمنى يكون التراجع بالمستقبل، بس ما حدا بيعرف شو راح يصير بوضع الدولار بلبنان، بسعر الدولار وأسعار النفط عالميا كل يوم بيومه. بموضوع الأزمة نحن أكدنا بالتلفزيون لبنان عندكم بالأسبوع الماضي بأول أسبوع إنه الأزمة رايحة للحل، لأنه صار في اتفاق بين مصرف لبنان والمصارف بدعم من الرئيس ميخاتي، أمنوا المبالغ على سعر صايرة فرع المصارف وصاروا بيأمنوا لشركات المستوردة. نحن اليوم كمحطات بنزين عم نأمن لشركات المستوردة والبضاعة متوفرة من منتج البنزين والمازوت وما في أي مشكلة. هذا الشيء بيريحنا لإلنا كموزعي محروقات، بيريح أصحاب المحطات وبيريح المواطن اللبناني، والحمد لله. جولة جديدة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا اليوم، والروسي يؤكد أن مواقفنا بشأن القرم ودونباس لا تزال ثابتة.
أعلنت روسيا عن عقد جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا على خلفية استمرار العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في أراضي هذا البلد في 24 شباط الماضي. ونشر رئيس الوفد الروسي في المفاوضات فلاديمير ميدينسكي على قناته في تطبيق تليجرام صورة تظهر أعضاء وفدي موسكو وكييف وهم يعقدون اجتماعا افتراضيا. وشدد ميدينسكي على أننا نواصل المفاوضات بصيغة مؤتمر الفيديو وأن مواقفنا بشأن القرم ودونباس لا تزال ثابتة. هذا وكان قد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات السلام مع أوكرانيا وأن موسكو تعد ردها على المقترحات الأوكرانية، حيث قال لافروف في إفادة صحفية عقب محادثاته مع مسؤولين هنود إن محادثات السلام مع أوكرانيا يجب أن تستمر، لكن كييف أظهرت تفهما أكبر بكثير للوضع في شبه جزيرة القرم ودونباس وضرورة أن يكون وضعها محايدا. وبعد الهجوم الأوكراني على الأراضي الروسية، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف أن الهجوم الأوكراني على مخازن الوقود في مقاطعة بيلغورود لا يخلق أجواء ملائمة لاستمرار محادثات السلام، موضحا أنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بالوضع واتخذت جميع الإجراءات وتبذل جميع الجهود لضمان عدم تأثير ذلك على إمدادات الوقود اللازمة. ومن الجانب الأوكراني، أعلن وزير الخارجية الأوكراني أن أوكرانيا تنتظر ردا روسيا رسميا على المقترحات التي طرحتها كييف في محادثات السلام في تركيا، مضيفا أن القوى الأجنبية لا تدفع أوكرانيا لتقديم تنازلات في المفاوضات. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أشار إلى أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عملية التفاوض مع روسيا ومسألة توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وذكر على مواقع التواصل الاجتماعي أن اقتراح فرنسا إنشاء ممرات إنسانية من ماريوبول ينبغي تنفيذه. من جهة ثانية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أننا نسعى لاستضافة اجتماع يضم الرئيسين الروسي والأوكراني وتحديد الموعد، وهما إيجابيان في هذا الشأن. أول هجوم أوكراني على الأراضي الروسية، ووزير خارجية أوكرانيا قال لا يمكنني تأكيد أو نفي قصف قوتنا لمحطة نفط داخل روسيا. في هجوم هو الأول من نوعه لقوات حكومة كييف داخل الأراضي الروسية، تعرض منشأة تخزين وقود في بلغورود لهجوم شنته مروحيات عسكرية أوكرانية. وأشارت المعلومات إلى أن طائرتي هليكوبتر حربيتين أوكرانيتين قصفتا منشأة لتخزين الوقود بعدما عبرتا الحدود على ارتفاع منخفض. حاكم المنطقة لفت إلى أن القصف أدى إلى حريق تسبب في إصابة 2 من العمال، في حين تم إجلاء سكان بعض المناطق في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن هذا الحادث. وذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية الحكومية أن 8 خزانات وقود مشتعلة في مستودع النفط في بلغورود في روسيا، وهناك خطر من انتقال النيران إلى 8 خزانات أخرى. وتقع بلغورود على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود الأوكرانية و60 كيلومترا من مدينة خاركيف الأوكرانية، ويأتي هذا بعد يومين من انفجارات في مستودع أسلحة هزت المنطقة. وزير الخارجية الأوكراني أكد أنه لا يمكنه تأكيد أو نفي تورط أوكرانيا في الهجوم لأنه ليس مطلعا على جميع المعلومات العسكرية. وفي أوكرانيا، بعد فشل جميع المحاولات السابقة لوقف إطلاق النار في ماريوبول في ظل اتهامات بسوء النية بين الجانبين الروسي والأوكراني، أعلن فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه حصل على ضمانات أمنية من أوكرانيا وروسيا لإغاثة المدنيين في مدينة ماريوبول المحاصرة. ويأمل الصليب الأحمر أن يتم السماح لقافلة المساعدات بدخول المدينة الجمعة مع أسطول من الحافلات لإجلاء المدنيين. أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك اليوم الجمعة في تغريدة أن الحكومة اليمنية ستتخذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ترتيبات إطلاق سراح أسرى وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة في خطوة تدعم الدعوة لإقامة هدنة. وأكد بن مبارك أن هذه الخطوات تأتي بناء على توجيهات من الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي، ورحب مبعوث الأمم المتحدة والولايات المتحدة بتحركات الهدنة المؤقتة التي اتخذتها أطراف الحرب في اليمن.
كشف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن الولايات المتحدة هددت بإسقاط حكومته بسبب رفضه إقامة قواعد عسكرية أمريكية في بلاده، معربا عن رفضه الاستقالة من منصبه. وقال خان: أعلن أمام الشعب بأنني تلقيت رسالة تهديد من أمريكا، مضيفا أن الولايات المتحدة هددت بإسقاط حكومتي لأنني رفضت إقامة قواعد عسكرية لها على أرضنا. وأكد خان رفضه الاستقالة من منصبه، متهما واشنطن بدعم المعارضة ومشددا على ضرورة أن تكون سياسة باكستان الخارجية مستقلة. السودان مهدد بالجوع، خصوصا أنه يستورد 87% من قمحه من أوكرانيا. ينذر العام الجاري ملايين آخرين من السودانيين بالجوع، فالأسعار ترتفع والمحاصيل تتقلص وسط اضطراب في الاقتصاد وفي هطول الأمطار، وذلك في وقت تواجه فيه إمدادات الغذاء خطرا أكبر في ظل تعليق مساعدات أجنبية. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن حوالي 87% من القمح الذي يستورده السودان يأتي من روسيا وأوكرانيا، مما يجعله من أكثر دول العالم العربي تأثرا بالحرب في أوكرانيا. فمستويات الجوع الآخذة في الارتفاع في توقعات وكالات الأمم المتحدة تهدد بالمزيد من زعزعة الاستقرار في البلد، ليتفاقم فيه الصراع والفقر منذ انقلاب العسكري في العام الماضي. واستقطبت الحكومة الانتقالية مساعدات دولية بمليارات الدولارات، لكن ذلك توقف بعد الانقلاب، مما دفع السودان إلى حافة هاوية الانهيار الاقتصادي. وارتفعت الأسعار بفعل خفض قيمة العملة الوطنية وتبني إصلاحات في منظومة الدعم وقفز التضخم إلى ما يزيد عن 250%. إلى هنا نأتي لختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة.